الله عن الشيخ. الله يحييك. يعني هذا أسلوب من أساليب التحايل أحياناً، الحيل أحياناً تنفع. الله يحييك. الله يجزاك خير. الله يحفظك. مرحبا بالشيخ. أراد أن يسمع منه حديثاً فماذا صنع؟ هذا كنت أتكلم بقول أحد الإخوة أراد أن يسمع من أحد المشايخ حديث الرحمة المسلسل الأولية. نعم. كأن الوقت ما كان مناسب أو الشيخ يعني يعتذر أو كذا، فعمل طريقة قال له يا شيخ حديث الرحمة، يعني قال الشيخ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم ما في الأرض يرحمهم ما في السماء. نعم. قال الحمد لله شيخ سمعت منك. الحمد لله. إذا نحن نخرج منك الكلمات الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. أيها الشيخ.